قال باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم. يزعمون، الزعم من أعظم الكذب، من أعظم الكذب. طيب، يزعمون فهم يكذبون في هذا الذي ادعوه، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، آمنوا بك وآمنوا بجميع الأنبياء والرسل والكتب السابقة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. التكفير دائما يأخذ هذه الكلمة، يأخذ من هذه الآية كلمتين: يزعمون، ويأخذ يريدون. والرد عليه يزعمون هذا كذب، هم ادعوا الإيمان وليسوا بمؤمنين. والرد على احتجاجهم بالثانية يريدون، قال الشيخ الفوزان: يريدون هذا ويستبيحونه، يجعلونه مباحا، يعتقدون حله. أما الذي يعتقد تحريمه فإنه لا يكفر. وأرجع إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد. يريدون هذه إرادة مع استباحة، أرجع الكتاب تلقى الكلام. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت قال ابن القيم رحمه الله: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يخلوا حكم الله ودائرين يتحاكموا إلى غير حكم الله، وهم يستبيحون هذا الأمر. طيب، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بمثل هذه الأمور، بمثل عدولهم عن حكم الله إلى حكم غير الله سبحانه وتعالى من القوانين الوضعية وما يسمى بالسلوم وما يسمى بالعوارف. الإعادات اتفق عليها بعض القبائل، يقدمون حكمها على حكم الله تعالى، زي جنكيز خان، ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. ده جمع قانون من أحكام اليهود وأحكام النصارى وأحكام المسلمين، ولم يكتفي بهذا بل زاد هو من نفسه ما استحسنه وما اتبع فيه هواه. أرجع الكلام ده كله تلقاه في فتح المجيد. طيب، قام سوى القانون ده وقدموه على حكم الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة، مسألة التكفير في مسألة حكم الله تعالى وحكم غير الله جل وعلا، الواجب، الواجب الذي لا يجوز غيره تطبيق حكم الله، الواجب الذي لا يجوز غيره تطبيق حكم الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والتي تأتي النصوص بالأمر به: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده الواجب. لو حاكم حكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه عاص لله تعالى. طيب، عصيانه ده كفر أكبر ولا أصغر؟ الأصل أنه كفر أصغر ما دام أنه على الإسلام، وأنه يقول الواجب تحكيم شرع الله ولا يجوز تحكيم غيره. طيب، ليه حكم بغير ما أنزل الله؟ إما اتباعا لهواه أو للبغي على فلان أو فلان من الناس، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: دار يظلم فلان من الناس، قام طبق فيه غير حكم الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه عاص لله. بعد ذاك الزول البجحد حكم الله، بيقول لا ده ما حكم الله أو أنا ما بقبله، يجحد حكم الله. الجحود، قال الفيروز بادي، هو إنكار الحق مع العلم به.
عارفوا ذا الحكم ومع ذلك يجحدوا وجحدوا بها واستيقنتها شنو؟ أنفسهم، ينكر الحق وهو يعلم به ظلما وعلوا. الجحود كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام إذا جحد حكم الله ذا الحاكم. اثنين، إذا كذب بحكم الله، يعني قالوا لي يا أخي الله حكم بكذا وقال تعالى وكذا، قام كذب، لا 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 ما في كلام زي ده، كذب، فده كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. ثلاثة، إذا استحل حكم غير الله تعالى، قال حلال أحكم بالقوانين الفرنسية والقوانين الوضعية وكذا حلال علي، ده كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. إذا ساوى حكم الله بحكم غيره، قال حكم الله وحكم غيره سوى، ده كفر أكبر. إذا فضل حكم غير الله على حكم الله، ده كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. إذا بدل حكم الله تعالى، يعني شال الحكم الشرعي وخدت غيره، وفرق العلماء فرقوا بين التبديل والاستبدال. التبديل السرقة دي سرقة، فلان سرق اقطعوا يده، ده حكم الله، سرق والمال قد نصاب إلى آخر اقطعوا يده، قام هو مرق الحكم ده وطلع قانون جديد قال الحكم نسجنه 5 شهور ونغرمه لأنه الغرامة دي أحرى من القطع عند الناس وشنو كلام بفهمه، وقال هذا حكم الله. فرق بين التبديل والاستبدال. التبديل أن يقول هذا حكم الله، القانون الجديد الجابه ده قال ده حكم الله ذاته. أما الاستبدال يقول هذا حكم الله القطع، وهذا قانون وضعي عدم القطع، لكني جعلت هذا القانون مع علمي أن الواجب تطبيق شرع الله تعالى، جعلت هذا القانون للهوى أو محافظة على مكانتي وأنا أعلم أني يعني مخالف لشرع الله، ده استبدل. أما الذي ينسب الحكم إلى الله تعالى هذا بدل حكم الله. إمتى المزال ذي الفرق بين تبديل كفر أكبر، والاستبدال بهذا التفصيل هو كفر أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا فيه كما قال الشيخ الفوزان أنه لا تنفع الدعاوى من أمثال هؤلاء، وأنه لسفههم ولبلادة عقولهم يظنون أن الإحسان والتوفيق في تحكيم غير شرع الله تعالى، مع أن الإحسان والتوفيق والخير كله، وأن الخير كله في تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. طيب فجماعة نفهم من الآيات دي، لأنه جماعة كثير من الناس ما بقول الحاكم اللي هو حاكم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحكم المسلمين ويصلي، ولكنه ظالم لا يطبق شرع الله تعالى ولا يحكم يعني أحكام الكتاب والسنة وهو مقصر، مع اعتقاده أن فعله هذا باطل لكن اتباعا للهوى ويخاف على مكانته وكرسيه، لكن إذا سئل يقول الواجب تطبيق شرع الله تعالى، فهذا لا يقال بأنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، مع أنه على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب
الآية التي بعد هذه الآيات التي يعني أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وقوله أو قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذه في شأن المنافقين ومن نحى نحوهم، كما في سورة البقرة في الآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي بهذا الكفر وبهذا النفاق وبهذه الذنوب والمعاصي والآثام، قالوا إنما نحن شنو؟ مصلحون. ده يوريك أي زول مفسد في الغالب بيقول أنا مصلح، ما هو زول بيقول يا جماعة أنا والله ضال ضلال شديد وأنا مفسد إفساد كعب وأنا عارف نفسي كذا وراح أبقى معاي. في زول بيبقى معاه حسي في حرامي بيقول للناس أنا حرامي، في ساحر بيقول لهم أنا ساحر، يا هو بيعمل لهم فيها أكبر ولي على وجه الأرض، هو ساحر مجرم يعمل كذي طق امسك له ورقة يقول لك ده دي كراماته، مسك له ورقة هذول كرامة ورق تمسك في الورق انت امسك الأكسجين ده كرامة كله يا جماعة لخبطة والله. الزول ال بيحرق عقله يستعين بالله تعالى ويقرأ في كتاب الله، خرافات دي كلها ما بتنطلع عليه، يكون زول عاقل ويكون زول فاهم. طيب نرجع للموضوع: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا فيه رد الدعاوى ممن يدعي وفعله يخالف قوله، وأن الإفساد يكون بالشرك وبالمعاصي وبالنفاق، وأن الإصلاح يكون بالإيمان وبالتقوى وبالأعمال الصالحة. الدليل قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ودي الآية الجابة المصنف طوالي بعدها، وقوله وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد إصلاحها بعد إرسال الرسل، بعد إصلاحها بعد إرسال الرسل، وأن الناس من الأخيار يتبعونهم. وادعوا وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في ما عنده وفي رحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين الذين أحسنوا في ظاهرهم وفي باطنهم، أحسنوا بينهم وبين الله بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح والسنة، وأحسنوا فيما بينهم وبين الخلق بالعدل والصدق. طيب وقوله أو عطفا على المضاف إليه وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، هل هؤلاء يبغون ويطلبون ويريدون حكم الجاهلية؟ حكم الجاهلية قال الشيخ الفوزان: حكم السحرة والكهنة والذين كانوا في عهد الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون، فلا يريدون حكم الله وإنما يريدون حكم هؤلاء هم أهل الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما، من هنا بمعنى لا، أي لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يمتلئ قلبه باليقين يعلم أن حكم الله هو أحسن الأحكام، وأنه لا أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح أو بضم الراء، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، ولكن ضعفه غيره من أهل العلم كالإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أعله، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في ظلال الجنة.
طيب ولا حاجة لنا في الضعيف، لكن معناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأن الله تعالى قال في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولو صح هذا الحديث فإن المقصود لا يؤمن، النفي هنا نفي الكمال، النفي هنا نفي الكمال وليس نفي الصحة، الصحة. طيب، وقال الشعبي رحمه الله، الشعبي بن شراحيل الكوفي المعروف الإمام، وهو كما قال الإمام الذهبي رحمه الله هو ذا حفظ، قال كان ذا حفظ وذا علم في الفنون، يعني في فنون العلم. قال: وتوفي وهو ابن 84 سنة، وقال عن نفسي: ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني لم يكن يكتب لشدة حافظته. ولا حدثني رجل بحديث فقلت أعد عليه، يحفظ من أول مرة ولا يحتاج إلى الكتاب من شدة حفظه. الشعبي رحمه الله قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، ده منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وده يهودي عديل، وبينات خلاف ما زال اختلفوا فيها أو خصومة. طيب، فقال اليهودي: سواء اختلفوا في مسألة أو اختلفوا في حق من الحقوق. طيب، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. اليهودي قال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ده اليهودي. المنافق البيظهر الإسلام ويبطن الكفر قال: وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، لعلمي أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، دي في المنافق، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى آخر يعني الآية. وهذا فيه تصديق ما ذكر أن التحاكم إلى الطاغوت كالتحاكم إلى الكهنة والسحرة وإلى هؤلاء الطواغيت. طيب، قال المصنف: وقيل نزلت في رجلين اختصما إلى كعب، اللي واحد فيهم قال نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم بعد ذلك ترافعا إلى عمر، جل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة. الكافر الراس عديل قال له ده، قلت له نمش للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو قال لي نمش لكعب ابن الأشرف، وفي النهاية جيناك انت يا عمر. ده الكافر. طوالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل المنافق يعني هل كلامه صحيح، داري داك ده أول شيء، شوف عمل شنو. قال: فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني هل الكلام ده صحيح؟ تأكد من المعلومة أول شيء. قال: نعم. قال: فضربه بالسيف فقتله، لأنه قدم حكم كعب بن الأشرف ثم حكم عمر على حكم منه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر لم يحكم أصلا، ولو حكم لحكم بحكم منه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لكن ضربه لعدوله عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم كعب ابن الأشرف. طيب، وقتله. فيه مسائل، أي ما هذا كله باختصار شديد نفهم منه أن من التوحيد مسألة التشريع، فالذي يشرع الأحكام والله وحده لا شريك له، دي بس باختصار نفهم المسألة. ألا بعد ذاك التفصيلات دي في موضعها. فيه مسائل
الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخره. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون كما هو حال المنافقين وكما هي أقوالهم وأفعالهم. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، الإيمان الصادق الذي يقود إلى تحكيم شرع الله والإيمان الكاذب الذي يقود إلى يعني العدول عن حكم الله وتحكيم غير حكم الله سبحانه وتعالى. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.